صراحة اليوم الجامعة يعني هياكل من هياكل ديال الجامعة، المجلس الوطني، المكاتب المحلية والمكاتب الجهوية والمجلس الوطني والمكتب المركزي. من خلال هذه الهياكل هادو تندفع على يعني على وحدة القطاع، وتندفع على يعني على توصيات ديال الإخوان ديالنا المهنيين، لا الشق العصري والشق التقليدي. واليوم الحمد لله هذا إنجاز إنجاز كبير اللي قامت به الجامعة في تأسيس وانتخاب المجلس الوطني اللي هو يعني هيكل، واللي هو ينص عليه القانون الأساسي ديال الجامعة. لذلك احنا كطاقة شابة داخل الجامعة وكعضو داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات، تنتمنوا المجهودات ديال المكتب المركزي ديال الجامعة الوطنية الأربع مخابز والحلويات بخصوص هذا العمل يعني اللي قاموا به لصالح القطاع. وحنا إن شاء الله هنواكبوا وندافعوا على القطاع، يعني القطاع تعيش عدة إكراهات وبزاف، وما إذا جينا ندوا الإكراه ديال القطاع غادي يعني يكون حديث طويل. دونك الأيام إن شاء الله مقبلة وغدا اللي ناظر قريب إن شاء الله بحول الله وقدرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى اللي الحمد لله وفقني الله بهذا المنصب هذا ديال المجلس الوطني، وتنطلب الله سبحانه وتعالى نكون على حسن الظن ديال الإخوان اللي عملوا فيا الثقة وجدوا فيا الثقة. والحمد لله هذا التكليف ماشي تشريف، ولاني احنا تنطمحوا بان نزيدوا بهذا القطاع القدام ان شاء الله، ونخليوا البصمه ديالنا بيضاء تاريخيه في هذا القطاع هذا، بان نضلنا في هذا القطاع داخل هذا القطاع، وبغينا ان شاء الله نحققوا الاهم اللي غادي يكون ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله. ونطلب الله الله يوفقنا للخير، الحاجه اللي تترضي الله سبحانه وتعالى. وانا تنوعد جميع المهنيين بانني غادي نكون انا على حسن الظن ديال الجامع، ونكون ان شاء الله غادي نعطي واحد الرؤيه شامله ان شاء الله في هذا القطاع. من طبيعه الحال بان احنا دابا هذا الغلاء بان اثر شويه على المخابز، بان تقريبا واحد 50%، معنا وحنا اللي حنا تنواكبوا، ولاني ان شاء الله تنطمحوا ان شاء الله بان غادي تكون شي ان شاء الله تكون شي ان شاء الله اللي غادي تكون خير لهذا القطاع ان شاء الله. ملي غادي ان شاء الله تكون تبدل الامور، واسمو كاين شويه الغلاء وكاين شويه ديال اسمو بان القطاع ديالنا تيعاني، وبان تيعاني من بزاف د الحوايج، من العشوائي من بزاف د الحوايج تنعاني. ونطلبوا الله الله يوفقنا للحاجه اللي ترضي الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لمنبر الصحافة. إذا كنباركوا لهاد يعني الناس اللي اختاروا هذا المكتب اللي برئاسة الحاج صالح مديح، وكذلك السي الحاج عبد العزيز دباج، والسيد الكاتب العام السيد أيوب تبالي. كنبارك لهم، وكذلك كنبارك الجامع المهنيين، وكذلك الجامعة الوطنية هذا المولود الجديد. يعني الحمد لله نضلنا تقريبا سنين الحمد لله باش نحققوا هذا المبتغى اللي توصلنا ليه، وهذا الانجاز اللي توصلنا ليه اليوم، وهو انتخاب مجلس الوطني. الحمد لله كنباركوا جميع الاخوه المهنيين. نتمنى ان شاء الله يتوفقوا الاخوان ديالنا اللي في المكتب باش يحققوا شي حاجه لهذا القطاع، لهذا القطاع اللي هو يتدهور. ولكن ان شاء الله بالمجهودات المهنيين وكذلك المكاتب الجهويه والوطنيه، وكذلك المجلس الوطني والمكتب المركزي اللي كنشكر بالمناسبه كيحصل لنا الشرف باش ننتموا ليها، ننتموا لهذه اللجنه التحضيريه اللي الحمد لله توفقوا في هذا المؤتمر الوطني اللي هو داز في المستوى العالي.